بغينا ناكد للصحافه الوطنيه بانه الحاله ديال الاغتصاب 38 سمانه ما كانتش، كان محاوله الاعتداء على بنت اللي كانت في الغرفه، خصوصا وان الجمعه والسبت يكونوا لي غرون سورتي ديال الطلبه. وقمنا بالواجب ديالنا بالتبليغ ديال المصالح الامنيه، حملنا البنت كذلك للمستشفى اللي تم يعني الكشف عليها، واللي صرحت بانه ان امام ضابط القضائيه بان ما وقعش عليها اي اعتداء جنسي. من بعد الحدث اللي هو فعلا خطير، قمنا بالواجب ديالنا كاداره تربويه بالتنسيق مع السيده المديره الاقليميه والمصالح التربويه ديالنا، وعلمنا المصالح الامنيه اللي قامت بالواجب واكثر من الواجب، وحنا متابعين هذا الموضوع هذا وتنشوفوا الحلول اللي يمكن انه تخلق الاطمئنان وتخلق الطمانينه في النفوس ديال الطلبه، بحيث اننا زدنا سيكوريتي في حينه واحد بالليل، يعني ثلاثه ديال الناس اللي تيحرصوا يعني الاقامه ديال الفتيات، رصينا حراس ديال الامن بكلاب بوليسيه قريب العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم او غدا. وعلى اي حال يعني اللي تنزيد ناكد مره اخرى ان الحاله ديال الاغتصاب راه ما كايناش، هذا اللي تنبغي ناكد عليه، وراحنا قايمين بالمجهود ديالنا بالتعاون مع السلطات المحليه ومع رجال الامن في المدينه، اللي حنا كنا حاضرين هذه ثلاثه ايام وحنا حاضرين مع الطلبه ديالنا. وعلى اي حال خاضوا واحد الاسلوب احتجاجي يعني تقبلناه على اي حال، وحنا اللي تنطلبوا من الطلبه ديالنا يعرفوا بان هذا الاعتداء يمكن له يوقع لاي بيت لاي مؤسسه في اي دوله في اي مكان، وحنا الحلول ان شاء الله رحنا ناقشناها مع الطلبه ديالنا، بحيث اننا عقدنا الجماع من الوحده ديال الاربعاء حتى للثلاثه الاربعاء، يعني ساعتين ديال هذا، عرفنا المطالب ديالهم حققنا اغلبها، بمعنى انه خليناهم يدخلوا من واحد الباب رئيسي بتوفير حارس امن جديد، كذلك اللقاء ديالهم مع السيده المندوبه المديره الاقليميه كذلك تحقق. الشبيك ديال الحديد بانهم طلبوا قضيه ديال الشبيك ديال الحديد، لان عندنا بريمير ودوزام ايطاج راهم مسيجين بالحديد. هذا الصباح هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يصبحوا الاشغال باش اننا نسيجوا جميع النوافذ ديال المؤسسه بسياج حديدي. على اي حال اللي نتير واحد النقطه اساسيه كذلك هو التواجد ديال التنويه 78 بالقرب من السكه ديال الحديد، ومر واحد الفضاء اللي هو ماشي صعيب انه يتضبط من الناحيه الامنيه، ماشي سهل، ولكن رحنا دايرين المجهود ديالنا. تنعاود ناكد مره اخرى انه ما كاينش حاله ديال الاغتصاب بتاتا، ورحنا قايمين بالمجهود ديالنا. والسلام عليكم.